وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك شيخ. بداية، لجنة الأمن النيابية تعترف بوجود أذرع إيرانية غير مسيطر عليها في العراق، كيف تقرؤون هذا الاعتراف وتوقيته أيضا؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. منذ اللحظة الأولى معلوم تماما أن إيران ألقت بجميع ثقلها في العراق. هذا الاعتراف حقيقة يأتي من أطراف العملية السياسية ومن لجنة مهمة داخل برلمانهم وهي لجنة الأمن والدفاع. إذن نحن نتكلم عن اعتراف رسمي بأن هناك دورا أمنيا عسكريا لإيران وأذرع واضحة تماما. واليوم ما حدث في يوم أمس في انتخابات القوات الأمنية داخل العراق يؤكد على كيفية التحكم الإيراني بتوجيه هذه الحشود وعملية التزوير الواسعة. لذلك هذا التوقيت الذي هو قبيل الانتخابات أو قبيل يوم الانتخابات يأتي في إطار حقيقة معرفة الجميع أن إيران تسعى بكل الأطر لفوز أعضائها المنتمين لها في الكتل السياسية التي دعمتهم كتحالف الميليشيات المسمى بالفتح وغيره من التحالفات الأخرى. لذلك هذا الاعتراف يأتي بعد أن فقد هؤلاء جميعا أنهم غير مرغوبين من إيران، وبالتالي إيران تريد الاتجاه باتجاه الهيمنة السياسية المطلقة على العراق عبر هذه الانتخابات التي حقيقة لن تسمح لجميع هؤلاء الذين كانوا ينتفعون من العملية السياسية بالتواجد الفعال خلال الأربع سنوات القادمة، إنما تريد إيران لأزلامها ولعناصرها. وقد رأيتم كيف حقيقة توجه المال لزعامات فهاد العامري وغيره، وكيف تهرب أشياء أخرى، وكيف رفعت نسبة المصوتين داخل إيران من 120 ألف قالت هناك 3 مليون عراقي موجود في إيران. إذن كل هذه القضية تؤكد على أن هؤلاء وصلوا إلى طريق مسدود مع إيران، وبالتالي بدأت تصريحاتهم تتعالى وتفضح ما موجود، لأنهم فقدوا من الكعكة السياسية الشيء الكبير. وبالتالي معلوم تماما أن إيران أصبحت حقيقة تريد الهيمنة المطلقة على القرار السياسي، ولن تسمح إلا لوكلائها في العراق أن يكونوا هم المتصدين للمشهد. صحيفة وول ستريت جورنال قالت في تقرير لها إن ميليشيا الحج تسعى إلى نفوذ سياسي أوسع في البلاد، يعني ما هي دلالات هذا السعي برأيكم؟ هذا السعي يأتي لاستكمال المشروع الإيراني، لأنه معلوم تماما أنه ميليشيات الفتح السياسية واضحة أنها قدمت قيادات هم مرتبطون بفيلق الحرس الثوري الإيراني، وهم حقيقة كانوا يقاتلون معها جنبا إلى جنب. وبالتالي اليوم عندما يتم السيطرة الأمنية الموهومة حاليا من خلال دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في السيطرة على مناطق ومحافظات مهمة في غرب العراق وفي شمال العراق، هذا الوهم حقيقة دفعهم على أنهم قد سيطروا أمنيا، وبالتالي يريدون السيطرة السياسية من أجل إكمال المشروع الذين يؤمنون به كمشروع ولاية الفقيه وكالطريق الحريري في الذي يربط العراق بسوريا ببيروت وبالبحر الأبيض المتوسط، وكذلك باستخدام موارد هذه الدول لنشر الثورة الخمينية في عموم المنطقة. وبالتالي هم يتفاوضون مع القوى الكبرى على أساس المصالح في حفظ مصالحهم. لذلك عملية النفوذ السياسي لهذه الميليشيات وبالذات للفتح التي تعتبره إيران الركيزة الأساسية وهو النقطة التي كانت تسعى إليها منذ 2003 عندما تفاهمت مع الولايات المتحدة في العراق، تسعى إلى أن يكون هناك الجناح المتشدد التابع لإيران هو الذي يكون صاحب النفوذ السياسي. لذلك يأتي عملية توسيع النفوذ السياسي برؤى وبخطط إيرانية واضحة من أجل الهيمنة الإيرانية المرتقبة على العراق في الملف السياسي. موقع آخر مهتم بالشرق الأوسط وهو مونيتور يقول إن العملية السياسية في العراق تخضع لتدخل إيراني وأمريكي بشكل مباشر، وأيضا لتدخل على وجوه عدة من قبل روسيا. السؤال هنا، إلى أي مدى تعتقدون أن تقاطع المصالح بين هذه الدول سيؤثر على ما يسمى بالعملية السياسية في العراق؟ من المؤكد إذا كانت تقاطع مصالح حقيقية، وما ما ما مؤكد على سحب الملف النووي واتفاق الملف النووي مع الولايات المتحدة، إذا كان حقيقيا هذا التقاطع سيفضي إلى انهيارات أمنية وانهيارات اقتصادية وانهيارات سياسية داخل العراق،
وسيكون العراق حقيقة ساحة لتصفية هذه الصراعات على رؤوس المواطنين المدنيين ولا سيما العاصمة بغداد. وبالتالي متوقع تماما على أنه أيضا ستكون مشاكسات إيرانية داخل بغداد ربما يشهدها يوم الانتخابات يوم غد وما بعدها من أيام، وتكون هذه على دفعات أمنية، وهي رسائل الولايات المتحدة من أجل الجلوس على طاولة التفاوض لاستمرار الأربع سنوات الموجودة ضمن الحكم ضمن العملية السياسية للأعوام القادمة. لذلك حقيقة ستكون تبعاتها إذا ما قلنا وسلمنا أن التقاطع المصالح بين أمريكا وإيران سيكون حقيقيا، أما إذا كان التقاطع هو تقاطع إعلامي فقط وبالتالي ما تحت الطاولة هو يأتي عمليات توافقات كما كانت هذه التوافقات عام 2003 عندما سلم بولي بريمر جميع العملية وجميع الحكم في العراق لصالح ميليشيات إيران، هذا حقيقة له نقاش آخر. لكن هذه التقاطعات ستكون ساحة للتصفيات على جميع المستويات في العراق، وتكون العراق ساحة حقيقة لهذه الصراعات. وقلناها سابقا أن الحكومة تسعى لإبقاء العراق والأطراف السياسية ستبقى لإبقاء العراق ضمن صراعات متوسطة وطويلة الأمل في العراق بين القوى الكبرى واللاعب على المصالح الموجودة داخل العراق. من عمان الناشطة السياسية الشيخ عبد القادر النائل كنت معنا، شكرا جزيلا لك.